بشراكم أهل التقى والصلاح، ففي سماكم كوكب السعد لاح. الواديين استبشرت وارتدت، في محفل التتويج أغلى وشاح، في محفل التتويج أغلى وشاح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى الأمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي خير إن شاء الله. اليوم إن شاء الله سوف نرى التسجيل في تطبيق باريدي موب. الإخوة، لهذا التطبيق من ناحية التسجيل تغير على ما كان عليه. من قبل كنا نروح للمتصفح ونكتب التسجيل في تطبيق باريدي موب، ومن بعد عاد نحملوا التطبيق ونكمل عملية التسجيل، ولكن الآن مباشرة من التطبيق تسجل، لا تحتاج إلى الذهاب للمتصفح وتكتب التسجيل في باريدي موب وغير ذلك. كما فيه ملاحظة، لا بد تكون عندك البطاقة الذهبية. وملاحظة أخرى، الإخوة الذين لا يريدون العمل بهذا التطبيق فلا يقومون بالتسجيل فيه. علاه؟ لأنه شهريا يدي لك 50 دينار ساميل كما احنا نقوله، في العام راهي 600 دينار، 60,000، وانت ما تدير لافوار به، ما تفارسي به، ما قوله انت هذا، علاه تزيد على روحك 60,000 في السنة؟ هي فعلا مبلغ قليل، ولكن واحد يخلص 800 ولا 500 واشاك كل شهر يدو له ساميل، واصلا قاع حتى هو يخلص 5 ملايين وكل شهر دوله ساميل هكا ما يدير بها حتى حاجه، على يزيد على روحه. هذا للتنبيه فقط. الاخوه اللي من اراد التسجيل يتوجه للتطبيق المتجر بلاي ستور، وفي البحث يكتب باريدي موب، ولا في البحث الصوتي يقول باريدي موب وانستاليه. نبداو على بركه الله التسجيل في هذا التطبيق. انا في حق لي اول مره سوف اقوم بالتسجيل في هذا التطبيق. نتصفح حتى نجد باريدي موب. ندخل هنا، فهنا كل شخص يسحب حتى يجد أوتوريزي، يضغط عليها بضغطتين أي السماح. أما الإخوة اللي عندهم الأندرويد 11 فسوف يجدون فيما معناه، على اعتبار أنني أستخدم التطبيق. ولكن الإخوة، أنا مضطر لتوقيف التسجيل بمصور الشاشة. لماذا؟ لأن باريدي موب له حساسية مع تطبيقات مصورات الشاشة، فلما ضغطت على زر السماح اسمعوا ماذا يخرج لي. Impossible de déterminer votre localisation. Activez les services de localisation dans les paramètres de votre mobile. Impossible de déterminer votre localisation. وفي الحق هذا بسبب مصور الشاشة، فأنا سوف أضغط على زر إلغاء ثم أوقف التسجيل، وسوف أعطيه الإذن ثم نكمل الشرح ان شاء الله. نسحب فيرسيون 1.29 شيف كليان بيانفينو ا باري موب. نسحب كونتينيو، نضغط على كونتينيو بالضغطتين. كما قلت لابد تكون عندك لا كارت الذهبيه. نسحب بعد ما ضغط على كونتينيو فيرسيون 1.29. نسحب نيميرو دو تيليفون، رقم الهاتف. نسحب فون، نسحب زون دو تيكست. هنا نضغط بالضغطتين افيشاج دو كلافيي تيليفونيك. هنا كل شخص يكتب رقم الهاتف الخاص به اللي يفتح به الذهبيه. فانا مثلا 0 0 7 7 7 6 6 8 8 6 9 9 8 8 6 6. retour bouton clavier téléphonique. بعد ما كتبت رقم الهاتف نخرج من الحق الخاص بالكتابه، ثم نسحب من اليسار اليمين كارت نمبر، رقم البطاقة الذهبية ليس الكود. واحد الرقم يجي في البطاقة الذهبية حوالي 16 رقم، هذاك هو اللي نكتبوه. نسحب نضغط بضغطتين حتى يفتح معنا الكلافي، وهنا كل شخص يكتب ذلك الرقم الخاص بالبطاقة الذهبية وليس لكارت ناسيونال. فانا مثلا راني كاتبها في الحافظه. نسحب من الاسفل الاعلى ثم اليمين منو داكسيون، ثم فافوري، نسحب حتى فافوري كونتينيو كوبي ان دونك كانديدا،
ثم بعد ما كتبنا الرقم الخاص بالبطاقة الذهبية نسحب من اليسار اليمين التاريخ اللي تنتهي فيه الذهبية. كما نعرف الذهبية يعطونا فيها سنتين، فأنا مثلا تنتهي عندي في سبتمبر 2021. نسحب، هنا نضغط بضغطتين ونكتب 0921، على اعتبار أن عندي الذهبية تكمل لي في 2021 سبتمبر. 0 9 9 9. هنا كل شخص يكتب تاريخ اللي تنتهي فيه صلاحية البطاقة الذهبية. أنا قلت لكم في سبتمبر 2021، كاين لي سا دي بون في جوان جوي اوت سبتمبر، كاين لي 2022 اللي جابها في 2020 و2022 تكملها، هما يعطونا غير عامين ومن بعد نورمالمون ترونوفلا اوتوماتيك، هما من بعد يرسلوا لك واحد اخرى اوتوماتيك. نسحب حتى الكونتيني، اضغط عليها بضغطتين. بون، هنا من المفروض يرسلوا لنا واحد الكود. كلافيي نيميريك ماسكي. من المفروض يرسلوا لنا الكود في الرقم اللي كتبناه، رقم الهاتف. هنا كل شخص يتوجه لي ميساج الخاص بالهاتف. لماذا؟ هما يرسلوا لك واحد الكود فيه 6 تاع الشيفر. فانا مثلا نجيب الفولي دي نوتيفيكاسيون. جي بوست ميساج مانتان 482677. هذا هو من المفروض. ناتي بالقائمه العامه، نرجع من اليمين لليسار، ايليمون انتيراكتابل، ايليمون انتيراكتابل، ثم نسحب ايليمون انتيراكتابل 482677. هذا هو الرقم، ننسخه. منو داكسيون، نسحب حتى الكوبي، ثم نخرج لنلصق هذا الرقم. نسحب حتى نجد المربع الخاص بالكتابه للصق هذا الرقم. فيرسيون 1 فور بروسيد كونفيرماسيون كود زون دو تيكست. وهنا الحق الخاص بالكتابه، نلصق ذلك الرقم الذي اخذناه من الفولي دي نوتيفيكاسيون اللي رسلوه لي. نسحب حتى كولي، اضغط بضغطتين. 482677. الصقنا السي شيفر، ثم نسحب ديفيس نيم. نسحب جيلاو ميميا 3 زون دو تيكست. هذا الهاتف تاعي. انفويي دو نوفو لو كود. هذا في حالة ما مرسلناش كود، ولا رسلنا كود وما توصلناش به، نعاودو نكليكيو على انفاي كود، يعاودو يرسلنا كود من جديد. نسحب سي فو نافي با ريسو دو كود داكتيفاسيون فولي ريبيتي لوبيراسيون دونجستريمون بلو تار. وصلنا. نسحب كونتينيو حتى الكونتيني، اضغط عليها بالضغطتين. كلافيي فرونسي فرانس ازيرتي ماسكي. إخواني في الحقيقة لم يقبل مني الكود، لذلك اضطريت لتوقيف التسجيل، فضغطت على زر إرسال كود من جديد، أرسلوا لي كود من جديد، نسخته ولصقته، ثم ضغطت على كونتيني، فجاتني صفحة أخرى، فقالوا لي حتى تتم عملية التسجيل في تطبيق بريدي موب لابد أن تكتب الاسم واللقب وكذلك كلمة المرور. فكتبت الاسم واللقب وكلمة المرور وضغطت على زر كونتيني، وبهذا مفروض نفتح معايا تطبيق بريدي موب. فالإخوان أسف لعدم إنهاءنا للشرح بالطريقة التي أردنا، على اعتبار أن هذا التطبيق بريدي موب على ما أعتقد له حساسية من جهة تطبيقات مصورات الشاشة، فنأسف لكم. نتمنى إن شاء الله أن تستفيدوا من هذا الشرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.